أخذ في الاعتبار أن الأمر يعني بيحظى بأولوية قصوى لدى دولة رئيس الوزراء، وإن شاء الله سيتم متابعة تنفيذه بصورة دائمة. طب معلش يا أستاذ مصر أثقل عليك، بكرة هيتم إعلان الضوابط والآليات من وزارة التموين، هل هيبقى مذكور فيها الأسعار ولا لأ؟ الأسعار يا فندم يعني القرار لن ينص على الأسعار ذاتها أو تحديدا لها، ولكن الأسعار هتأتي من خلال الآلية، بمعنى أنه أولا القرار اللي هيصدر طبعا من معالي السيد وزير التموين هو مبدئيا هينص على ضرورة وضع أو ضوابط وضع السعر النهائي للمستهلك على السلع. إذن هينص على ضوابط وضع السعر النهائي. السعر النهائي دوت الآلية بمجرد الأمانة الفنية بمجرد تفعيل دورها هتتابع مع كافة الشركات والمنتجين والمصدرين الأسعار التي سيتم وضعها وأي تعديلات قد تطرأ فيها. طيب في نقطة ثانية مهمة إذا سمحت لي عايز أقولها، إنه القرار اللي تضمن النص على السبع سلع الأساسية نص على إلزام المنتجين والموردين والموزعين والبائعين بالمبادرة باختيار مديريات التموين والتجارة الداخلية بنوعية السلع التي لديهم وكميتهم وكميتها وما قد يكون مخزن لديهم بشأنها. إذن العملية هي رقابة شاملة، رقابة من قبل الأمانة الفنية التابعة للجنة الوزارية، ورقابة من قبل مديريات التموين والتجارة الداخلية، ورقابة من الأجهزة الرقابية الأخرى التي تعمل على الأرض وتتابع بصورة يومية.